And they're off. انطلق سبع أشواط الأمسية مع تعثر وسقوط للأسف الخيال اللي هو رقم سبعة بالشند كروات. نتمنى السلامة إن شاء الله. إذن الانطلاق لستة جياد نشاهدها الآن مشاهدينا الكرام. الصدارة والمركز الأول يبدو أنها مع الجواد أقمار على الصدارة، وعلى المركز الأول أقمار للسيد محمد ناصر الرمزاني. ثاني المراكز يأتينا الجواد شقردي للسيد شريده بن ناصر الكعبي. عتيج في المركز الثاني الان يتقدم عتيج للساده الرفاع ريسنج، بينما المركز الرابع ياتينا الجواد امتاج مع فالح بغنيم. هذه الفرس اللي تعد ملكيتها للساده الشقب ريسنج، بينما المركز الخامس اسيا. سادسا مقلب للساده ودنان ريسنج. عوده للصداره وعوده للمركز الاول، لا يزال اقمار متصدرا للمشهد مع كارلوس هنريك في هذا الشوط. اقمار للسيد محمد ناصر الرمزاني على الصداره وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني الان عتيج الذي يضع نفسه الان في موقع جيد على ثاني المراكز. عتيج للساده الرفاع ريسنج. شقردي في وضع ممتاز من ناحيه السياج للسيد شريده بن ناصر الكعبي، يتبعهم امتاج مع فالح بغنيم. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول بين عتيج وبين شقردي، بينما القادمة أمتاج من الجهة الخارجية، مقلة تبحث عن فجوة وأيضا أسياك. المحاولة والصدارة الآن إلى شقردي، وأقمار لا يزال على المركز الأول، والتقدم الآن لعتيج من الجهة الخارجية، ولكن شقردي ينتقل الآن. شقردي إلى الصدارة، الصدارة إلى شقردي، شقردي وأقمار، شقردي إلى المركز الأول وإلى الصدارة. And the official results for the seventh race of the evening, the winner, horse number one, Shigardi, and Mr. Shirida bin Nasser, Shirida Al-Kabi, trained by Mohammed Khalid Al-Ahmed, ridden by Alberto Sana. Second horse number two, Akamar, and Mohammed Nasser Rashid Ramzani, trained by Hadi Ramzani, ridden by Carlos Enrique. Third horse number three, Atij, owned by Al-Rafar Racing, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Marco Casamento. Fourth horse number five, Mukla, owned by Wethnan Racing, trained by Al van der Meul, ridden by Sofia Ansadi. And in fifth place, horse number four, Amtaj, owned by Al Shegab Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Fale Bourgneim. حل في المركز الأول رقم واحد شقردي المالك السيد شريدة بن ناصر الكعبي، المدرب محمد خالد الأحمد، والخيال ألبرتو سنة. ألف مبروك المركز الأول. المركز الثاني رقم ستة أقمار المالك السيد محمد ناصر النعيمي، المدرب هادي الرمزاني، والخيال كارلوس هنريك. المركز الثالث رقم ثلاثة عتيج المالك السادة الرفاع ريسينج، المدرب جاسم الغزالي، والخيال ماركو كازامنتو. المركز الرابع خمسة مقلة المالك السادة وذنان ريسينج، المدرب البندميول، والخيال سفيان سعدي. المركز الخامس أربعة امتاج المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إيريك لمارتينيل، والخيال فالح بغنيم.